أعزائي طلاب وطالبات الصف الأول الثانوي، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. ازيكم؟ عاملين ايه؟ وحشتوني والله من الفيديو السابق، وكل عام وانتم بخير بمناسبة العام الجديد، وان شاء الله يكون عام نجاح وتفوق عليكم وعلى كل اللي بتحبوهم. يلا بينا وبدون مقدمات، ده ميعادنا مع تيست 2 الشامل، الاختبار الثاني الشامل على المنهج كله من بوكلة كتاب جيم للمراجعة النهائية والامتحانات المتوقعة. يلا بينا وبدون مقدمات. choose the correct answer from A, B, C or D. The Dance Reefs of Ras Muhammad are probably the most beautiful reef systems in the world. حلو، عايز اقول الشعاب المرجانية بتاعت محمية راس محمد هي افضل او اجمل نظام للشعاب المرجانيه في العالم. يبقى هناخد طبعا كلمه كورال ريفز اللي هي سي بمعنى شعاب مرجانيه، بعد ما استبعدنا ومش عايزين تسرع. نمبر 2، فارمرز ريفيوزد تو ليف. يعني ريفيوزد يا حبايبي؟ حبايبي ريفيوز تو والفعل في المصدر بمعنى يرفض. زير هومز اند بيكوز اوف بيلدينج ذا نيو فاكتوري. تمام، الفلاحين رفضوا يتركوا منازلهم، وكمان ليف ستوك يعني ليف ستوك الماشيه بتاعتهم بسبب بناء المصنع الجديد. احنا قلنا كلمه ليف ستوك بمعنى ايه؟ بمعنى ماشيه. خد بالك ان ليف ستوك ممكن تعامل معامله المفرد او معامله الجمع. فلو جالك سؤال اختياري في الامتحان كاتب لك ليف ستوك از ولا ار ولا از اور ار، تاخد از اور ار، يعني تمشي از او ار. تمام، ممكن تعامل معاملة المفرد ومعاملة الجمع. لكن كلمة كاتل اللي هي سي اي دبل تي ال اي ومرت عليكم قبل كده برضو بمعنى ماشية، دي تعامل معاملة الجمع. نمبر 3، she became the world in 2016 and no one has been able to beat her. وما فيش حد استطاع هزيمتها. خدنا الفيرب بيت بمعنى يهزم شخص او يهزم مين؟ فريق. تمام، يبقى هي اصبحت بطلة العالم. يبقى كلمة تشامبيون، كلمة يا حبايبي تشامبيون اللي اختصارها تشامب، لكن كلمة تشامبيون شيب دي معناها بطولة. تمام، put some ice on your knee، ضع بعض الثلج على ركبتك before it swells up. طبعا في الاختبار السابق برضو كان في جملة عليها بس كان بيسأل على swells، هنا بيسأل على حرف الجر اللي بيجي بعديها، فناخد up بمعنى يتورم. يبقى swells up بمعنى ايه؟ يتورم. Number 5، the prince was in the same grave his father was in. البرنس اللي هو الامير، طيب مؤنثها ايه؟ برنسس بمعنى الأميرة. دفن في نفس القبر اللي والده موجود فيه. يبقى هناخد طبعا الفيرب buried اللي تصريفه الأول bury، bury buried buried بمعنى يدفن. نمبر 6، مركزين معايا يا شباب؟ the dots between smoking، smoking اللي هو التدخين، and heart diseases وأمراض القلب is well known، يعني well known معروف. يبقى عايزين نقول الصلة بين التدخين وامراض القلب معروفة او مشهورة. يبقى هناخد طبعا كلمة connection، يعني connection بمعنى الرابط او العلاقة. تمام، طب يلا بينا نكمل مع بعض. الفيرب من هي الاول، يقول لي احمد يقول لي مستر connect بمعنى يربط او يوصل، ولو جه بعدها حرف جر connect to. we took it for that، الله احنا خدنا الموضوع تمام كمسلم بيه. يبقى we took it for granted يعني خدنا الموضوع ثقة. that there would be some tickets، ان هيبقى في بعض التذاكر available for the match، متاحة للمباراة. but we were wrong، ولكن كنا مخطئين. يبقى منقول take for granted، ده تعبير مهم جدا بمعنى يأخذ الأمر ثقة أو يأخذ الأمر كمسلم بيه. تمام تمام، طب يلا بينا. يبقى هناخد مين؟ granted، مهم قوي التعبير ده. لو took it for granted، take it for granted، احفظه. تمام، يلا بينا نكمل مع بعض، بس نغير كده لون ايه الاول، نغير الاول لون بس التظليل بتاعنا، نخليه مثلا اللون ده. تمام، يلا بينا نكمل مع بعض عشان يبقى اوضح بس. تمام يا حبيبي، يلا بينا الجملة اللي بعد كده بتقول ايه. Number 8، President Anwar Sadat was the person who was الشخص who nod the October war decision. يعني decision حبايبي لولا مستر قرار، برافو عليكم. war طبعا بمعنى الحرب، يبقى الذي اتخذ قرار الحرب. يبقى هناخد مين؟ take decision في الماضي تبقى took decision. تمام، we ناخد number 9، خد بالك take decision بتساوي كمان make decision، يعني make decision
او made decision بتساوي take او took decision. تمام، الكلمتين دول بيجوا مع decision او الفعلين دول بيجوا مع كلمة decision بمعنى قرار. Number 9 they bought the money in a small box، وضعوا المال في صندوق صغير. And not it under the bed، وخبوه تحت السرير. يبقى hid، hid بمعنى يخبئ. من hide، hide hid hid و hide hid hidden. تمام، ناخد بالنا تصريفاته hide hid hidden. Number 10 the book gives a good picture of life in ancient Rome، يبقى هناخد مين؟ انا عندي every day المنفصلة وعندي every day المتصلة. طالما في نص الكلام خد وانت مغمض every day بدون فاصل المتصلة اللي هي ايه، لكن لو في اخر الجملة او في اولها يبقى ده حال، يبقى هناخد every day المنفصلة. وصلت يا حبايبي؟ يبقى ايه الفرق؟ في النص خد every day المتصلة، ودي صفة يجي بعدها موصوف، اسم موصوف، لكن every day المنفصلة ده حال بمعنى كل يوم، يجي في بداية الجملة او اخر الجملة. لكن every day المتصلة صفة بمعنى ايه اللي بتيجي في النص؟ بمعنى يومي او يوميا. Number 11 my book of English، my book of English. نكمل يا شباب، يبقى my book او the book، my book of English. Number 11 don't yesterday and I couldn't find it anywhere، يبقى كتابي بتاع اللغة الإنجليزية سرق بالأمس. خدوا بالكم الجملة مبنية للمجهول، ولم أستطع إيجاده في أي مين مكان. يبقى هناخد مين طبعا؟ was stolen، جملة مجهول في زمن الماضي البسيط اللي هي was stolen. والقاعدة بتقول في زمن الماضي البسيط بنبدأ بالأوبجكت المفعول ثم was aware ثم التصريف الثالث للفعل. طبعا store ما تمشيش، has stolen، has been stolen ما تمشيش. اولا انت قلت yesterday يبقى هتطير كل مضارع، بعد كده عندك ستور شكل معلوم وعندك was stolen شكل مجهول، تختار طبعا was stolen لان قبل النقط اللي هي my book of English ده object، تمام، مفعول وليس فاعل. الناس مع حبايبي؟ تمام يا مستر، يلا بينا ما نتسرعش في الحل. Number 12 I have known Dahlia since we taught at school together. طيب حلو قوي، فين الرابط الزمني هنا؟ since قبليه مين؟ قبليه have known، يعني have التصريف الثالث اللي هو زمن المضارع التام، يبقى يجي بعديه ماضي بسيط، يبقى هناخد مين؟ where. والقاعدة بتقول مضارع تام since ماضي بسيط، مضارع تام since ماضي بسيط، أو since في بداية الجملة ماضي بسيط ثم مضارع تام. وصلت يا حبايبي؟ تمام. Number 13 I have nearly 12,000 friends on the internet. تمام، أنا تقريبا انا تقريبا عندي الف او امتلك الف مين يا شطار؟ الف صديق على الانترنت. طبعا الانترنت يجي قبلها حرف الجر on the internet. هاخد طبعا واقول a thousand friends، a thousand friends يعني الف او عدد الف. طبعا ما نحطش ل thousand اللي هو تمييز العدد اس ابدا، يعني لو لقيت عندك عدد هنا هنا بتساوي one على فكرة، تمام، يعني 1000 friends. تمييز العدد thousand او million او billion decillion trillion دولت قبليهم عدد لا يجمعون، ناخدهم بدون اس زي الجملة دي بالظبط. هنا بتساوي one، one نقول 1000، لا 1000 3000 يعني ما نجمعش تمييز العدد. طيب عايز نقول 3 مليون نقول 3 millions ولا 3 million؟ لا 3 million بس، 3 million dollars. تمام، يبقى تمييز العدد لا يجمع. تمام، لكن لو مفيش طبعا عدد قبل التمييز بتاع العدد، تمييز العدد اللي هو 1000 و100 مضاعفاتهم بقى مليون بليون الى اخره، تمام، مفيش عدد يجمع براحتك، عايز تقول الاف الاشخاص thousands of people ملايين الاشخاص millions of people مفيش مشكلة، لكن لو في عدد قبل تمييز العدد ومضاعفاته لا 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 على طول ما ينفعش نجمعه او نحط له اس ناخده بدون اضافات. وصلت الحتة دي؟ مهمة جدا. يلا بينا نمبر 14 if he came to see us، يعني لو جه عشان يشوفنا I not and welcome him in my house. يا سلام، الجملة دي بتفكرك بحالات اف بتاعت ايه شطار تالت اعدادي بقى والكلام ده. طيب اف ماضي بسيط وضو الفعل فين؟ في المصدر. يبقى if he came to see us I would meet and welcome him in my house. يبقى تاني if he came to see us I would meet and welcome him in my house. عذرا كده شوية برد فايه لو الصوت مضير ولا حاجة. يبقى تاني if he came to see us I would meet and welcome him in my house. يبقى طبعا دي الحالة التانية من if، if ماضي بسيط اللي هو التصريف الثاني للفعل ثم وضو الفعل فين؟ في المصدر. تمام، تراكمي طبعا، الامتحان يجي من اي حتة فاحنا بنجيب اسئلة من اي مكان، والراجل طبعا حاطط في الحسبان حتة التراكمية دي، فبيجيب جمل من قواعد السنين السابقة عشان يبقى جاهزين ان شاء الله لأي شيء.
تعال نروح للجملة رقم 15، مهمة جدا، very important. regret فعل بمعنى يندم، حلو قوي. الفعل ده من الافعال، لو الحدث تم يجي بعديهم فيرب اي ان جي، ولو الحدث لم يتم ناخد تو المصدر. تعال نشوف هنا فعل الجملة تم ولا لم يتم. I regret going to the match ولا to go to the match. I wish I hadn't gone there. أتمنى لو ما كنتش رحته. يبقى هو راح، يبقى الحدث تم، يبقى ناخد فيرب اي ان جي. regret بمعنى يندم، لو جه بعديه تو المصدر مضطر لقول شيء او لفعل شيء مش عايز يعمله بس مضطر، فناخد تو المصدر. لكن regret لما يجي بعدها فيرب اي ان جي معناها نادم على شيء او مصيبة عملها فين في الماضي وبيتمنى دلوقتي ما كانش عملها. يبقى regret verb ing لما الحدث يكون تم فين في الماضي، و regret to المصدر اما اكون مضطر لفعل شيء في المستقبل. مثال، صاحبتك جايبه بسم الله ما شاء الله كحك وبسكوت وبتفور في الشهاده، يعني كله صفار ما شاء الله. فانت طبعا راح تقول لوالدتها النتيجه، والدتها موصياك تقول لها النتيجه، انت مش عايزه تروحي بس مضطره، فتقولي I regret to tell you that your daughter ان بنتك failed in the exam، رسبت فين في الامتحان. ان شاء الله احنا عايزين العكس، ان شاء الله نخلي تبقى نجحت في الامتحان باذن الله ان شاء الله. I regret بس هو مجرد مثال بس عشان اوضح. يبقى regret verb I ان جي لو الحدث تام، تو المصدر لو الحدث على وشك ان يحدث بمعنى مضطر لي. يلا بينا، طبعا الكلام ده مشروح بالتفصيل في الوحده اللي فيها تو المصدر وفيربا ان جي، افعال تتبع بتو المصدر وافعال تتبع بفيربا ان جي، ومهمه جدا جدا. regret وستوب وتراي وفورجيت وريمبر، الافعال ديت لو الحدث تم ناخد بعدهم فيربا ان جي، لو الحدث لم يحدث على وشك الحدوث ناخد تو الفعل في المصدر. نمبر 16، The moon والقمر dots smaller than the earth. Everyone knows that. الجميع يعرف ذلك. دي حقيقة. القمر أصغر من الأرض. الحقائق توضع في زمن إيه؟ طبعًا في زمن المضارع البسيط، يبقى هناخد إز فعل آخر إس. وصلت يا شباب؟ زي الفل. حقائق الفاكتس دايمًا في البريزنت سيمبل. يلا بينا ننتقل للسؤال اللي بعد كده، اللي هو سؤال في الـ in the space، أكمل الفراغات. وده سؤال سهل جدًا بالتدريب. يعني إحنا الحمد لله أهوت كل امتحان بيقابلنا سؤال فبنتدرب عليه. نمبر 2، التخمين مهم جدا. النقط قبلها جملة وبعدها جملة، قبلها كلام وبعدها كلام، يبقى من خلال السياق اقدر اخمن الكلمة او القاعدة اللي هكمل بيها. تقرا الاول القطعة كاملة وبعد كده تبدا تحل، مفيش تسرع. Dolphins have become a popular attraction at zoos. يعني ايه؟ اصبحت الدلافين جاذبا محبوبا في زوز اليمين، طبعا حدائق الحيوان. recently مؤخرا. they are more and not interesting. هي اصبحت شيقة وممتعة اكثر فاكثر. عايز اقول اكثر فاكثر، يبقى more and more. تعبير في اللغة الانجليزية مهم جدا، اللي هو مين يا شباب؟ more and more. يبقى هنكتب في ايه؟ more. احفظ التعبير ده اللي هو ايه؟ more and more. تمام. interesting than lions. بقت اكثر اثارة وتشويقا من حتى الاسود والتايجرز النمور. تمام. دوتس زي ار فريندلي، لانها ودوده. يبقى لان، يبقى احط هنا مين؟ طبعا هحط هنا از او بيكوز، اللي رايحك والله. لا از لا ايه؟ لا بيكوز. يبقى مين او مين؟ هحط از او مين او بيكوز. انا حطيت از اسهل اهيت، واز بتساوي بيكوز بمعنى لان. وصلت؟ تمام. As they are friendly and perform tricks، وبيعملوا ألعاب أو خدع. Like circus animals، زي حيوانات السيرك. Although they are more willing to cooperate with the trainer، وبالرغم إن هم بيريدوا will to بمعنى يريد أن. تمام يا شطار، زي want to كده. تمام. To cooperate، cooperate يعني يتعاونوا with the trainer مع مدربهم. than other animals من الحيوانات التانية، يعني الدلافين معروفة انها بتحب تتعاون مع مدربها اكتر من اي حيوان اخر. they get bored، بيشعروا بالملل، ده الدلافين. if they not asked، لو طلب منهم او لو سئلوا. يبقى جملة مبنية للمجهول وهم جمع، يبقى نحط ار، يبقى ار asked. جملة مبنية للمجهول في زمن مين؟ في زمن المضارع البسيط، اما واذا ار ثم التصريف الثالث للفعل. يبقى لو لقيت بعض النقط تصريف ثالث على طول يا حبيبي خد بالك من verb to be. تمام. Ask it to do the same trick، لو طلب منهم أداء نفس الخدعة أو اللعبة twice، يعني مرتين. This is one reason، كلنا عارفين reason بيجي بعدها حرف الجر إيه؟ reason not believing، reason for، طبعا reason بمعنى سبب، يجي بعدها حرف الجر for بمعنى سبب ليه. يبقى هنحط
في دي 4. يبقى reason for believing that, وده سبب للاعتقاد they are very intelligent, يعني intelligent يعني أذكياء, لاعتقاد أن الدلافين ذكية للغاية. يلا بينا ننتقل للسؤال اللي بعد كده, وهو سؤال الترانزليشن. بسم الله, يلا ترانزليت انتو انجلش 25, ترجم للغة الإنجليزية. إن مكافحة الإرهاب والقضاء عليه ليست مسؤولية دولة واحدة, ولكنها مسؤولية مشتركة بين جميع دول العالم, ولذا فقد اهتم المجتمع الدولي بمكافحة الإرهاب منذ النصف الأول من القرن العشرين. يلا بينا نترجم. طبعا إن في بداية الجملة لا تترجم كأنها مش موجودة, هنبدأ بمكافحة الإرهاب والقضاء عليه. تمام يا شطار, ده الفاعل بتاع الجملة. فنقول إيه؟ محاربة اللي هي the fight, the fight against يعني الحرب ضد, and اللي هو elimination يعني القضاء على, terrorism of terrorism القضاء على مين, الإرهاب, is not the responsibility. الأول بس عايز ألفت انتباه حضراتكم الحاجة إن بداية الجملة مكافحة الإرهاب والقضاء عليه, مكافحة دي نكرة والإرهاب والقضاء عليه معرفة, يبقى ده مضاف ومضاف إليه, نكرة ومعرفة. نترجم إزاي؟ يبقى نحط ذا قبل النكرة. تمام, of قبل, تمام يا جماعة المعرفة, وصلت يا حبايبي؟ تمام. فهنقول the fight against and elimination of terrorism, كان عندنا fight, تمام, اللي هو مكافحة والقضاء, تمام يا شطار, او مكافحة ده كان النكرة, وكان عندنا كلمة terrorism المعرفة, فحطينا ذا قبل النكرة fight, وحطينا of قبل المعرفة اللي هو terrorism الإرهاب. is not the responsibility, is not يعني ليس, responsibility كلمة مهمة جدا بمعنى مسؤولية. يا ريت sketch, ها تمام, sketch my dictionary يكون موجود معاك. احنا قلنا نخصص كده sketch نسميه my dictionary, اي كلمة جديدة تقابلنا في ترجمة او في امتحان او في اي مكان مش عارفينها نكتبها وندونها ونحفظها, يبقى هجمع كم كبير من كلمات. of one country, ليس مسؤولية دولة واحدة, but it's a shared responsibility, shared يعني مشترك, responsibility مسؤولية, among all countries. ايه الفرق بين among وbetween, عشان ده خطأ شائع, between بين اثنين, among بين اكثر من اثنين, all countries بين كل الدول, of the world دول العالم, therefore لذلك اللي بتساوي so, the international community يعني المجتمع الدولي, خد بالك community بمعنى مجتمع خدناه بس مجتمع صغير, has focused on, focus on فعل بمعنى يركز على, combating terrorism, اهتم المجتمع ده بمكافحة مين, الارهاب, يبقى كلمة combating هي fight, تمام, بمعنى محاربة او مكافحة, since منذ the first half, يعني the first half النصف الاول of the 20th century من القرن العشرين. وطالما استخدمنا since فترجمنا قبلها على طول وحطينا الجملة اللي قبلها في زمن المضارع التام, لأن سينس علامة على المضارع التام قبليها. نركز على الكلمات الصعبة, لو كلمة مش عارف أجيب نفس الكلمة الموجودة في الترجمة أجيب كلمة تأدي نفس المعنى ونفس الغرض. وصلت؟ تمام, يلا بينا 26 translate into Arabic, يكون صح صح كده مع بعض. stress is a hidden enemy facing every one of us, it may lead to many diseases and health problems, it increases the risk of diabetes especially in overweight individuals. يعني ايه؟ طبعا بنقرا الترجمه مره واثنين وثلاثه في البدايه عشان نفهم معناها, نخمن المعنى, الكلمات الصعبه اللي احنا مش عارفينها مش عارفين حتى نجيب الفكره العامه المهمه, تديني نفس المعنى المطلوب تاخد الدرجه. يبقى نقول التوتر اللي هو ستريس, توتر او الاجهاد, هو عدو خفي, كلمه انمي عدو, هيدن يعني خفي, من الفيرب هايد, يواجه كل واحد منا, والذي يواجه فيس, تمام, قد يؤدي الى العديد من الامراض, صح ولا لا, ممكن يؤدي الكثير من الديزيزز, يعني ايه ديزيزز, امراض, وليد تو مهم اول فعل ده يعني يؤدي الى, والمشاكل الصحيه, هيلث بروبلمز, مش هيلثي بروبلمز, غلط, هيلث بروبلمز, خلاص شطار, هيلثي الاخيره واي دي صفه بمعنى بصحه جيده, لكن مشكلات صحيه على بعضها اسمها هيلث بروبلمز, تمام, ات انكريزز ذا ريسك, وهو يزيد ريسك يعني خطر, تمام, of diabetes, diabetes مرض السكر, especially خصوصا in overweight individuals, يعني overweight individuals يعني من الأفراد الذين يعانون من زيادة الوزن أو اللي عندهم سمنة, individuals يعني أفراد, overweight يعني زائد في الوزن, especially بمعنى خاصة, diabetes بمعنى مرض السكر. نطلع بالكلمات الصعبة وندونها على طول يا حبايبي في سكتش ماي ديكشنري عشان نجمع أكبر قدر ممكن من كلمات وتعبيرات الترجمة والقطع اللي تفيدني في حل الامتحانات بعد كده. وإلى هنا يكون انتهينا من
حل الامتحان الثاني المتوقع والشامل على المنهج من بوكلت جيم، وإلى أن ألقاكم على خير إن شاء الله مع الامتحان الثالث قريبا جدا، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.